لنقاش ملف التدخلات الإيرانية والأمريكية في الشأن السياسي العراقي. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. سيد عبد القادر، أبدأ معك من نفي السفارة الأمريكية في بغداد إجراءها للقاء بين المبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورك وقاسم سليماني. كيف تقرؤون مثل هذا الخبر؟ من المؤكد تماما أن اللقاءات الإيرانية الأمريكية ليست وليدة اللحظة وليست هي مفاجئة للشعب العراقي، فقبل الاحتلال كانت هذه اللقاءات مباشرة في سويسرا عام 2002، وكان يمثل الطرف الإيراني منذ تلك اللحظة في الملف العراقي وملف المنطقة هو قاسم سليماني، وبالتالي عملت الأجهزة الأمريكية على توفير له حرية التنقل واللقاءات المباشرة معه، فضلا على أن بعد الاحتلال كان هناك حقيقة جولة حقيقية لإسناد الوزارات الأمنية وإسناد عملية تأسيس مجلس الحكم إلى كل الأحزاب والفعاليات والميليشيات التي كانت ترعى من قبل إيران. وعلى هذا الأساس ما يأتي اليوم حقيقة هو حاصل ونتاج واضح بتلك الجهود التي من خلالها الولايات المتحده سمحت لايران بالتمدد منذ احتلال العراق 2003، ولم يكن هذا التمدد مجرد ملء الفراغ لانه ليس هناك مشروعا امريكيا كما يدعي البعض، انما كان هناك هو عمل نتيجه لاجتماعات سابقه جرت من خلالها الاتفاق على ملفات في المنطقه التي الان اصبحت تصب في صالح اسرائيل ولصفقة القرن بعد أن أشغلت إيران المنطقة بملفات طائفية ونزاعات من طبعة أخرى. فلذلك هذه اللقاءات أنا أؤكد على أنها جارية، وبالفعل حتى وإن نفت السفارة فإن ما حصل في مجلس البرلمان أو اختيار هيئة رئاسية كانت هي حقيقة رغبة إيرانية واضحة تماما، ولذلك هذا يؤكد لولا أن هناك رضا أمريكي واتفاق مسبق لما وصلوا إلى لهذه المرحلة من اختيار في هذا السياق. سيد عبد القادر، هل تظن أن المواطن العراقي يصدق نفي السفارة الأمريكية في بغداد، ينفي مثل هذا الخبر والجميع يعلم أن بريت ماكورك يتواجد منذ ما قبل الانتخابات يتواجد في بغداد، وقاسم سليماني كان موجودا في العديد من المعارك وكانت زيارته كلها علنية، هل سيصدق المواطن العراقي مثل هذه الأخبار النفي أو التكذيب؟ المواطن العراقي يعي أن هذه أن هذه أن هذا النفي هو مجرد حقيقة كذوبة إعلامية. على أرض الواقع الشعب العراقي يعلم حجم الاتفاق الإيراني الأمريكي في الشأن العراقي وحجم إسناد جميع المقربين أو ما يسمى صخور إيران من قادة الميليشيات مقربين لدى السفارة الأمريكية، ورأيتم هادي العامري وغيره، وبالتالي معلوم تماما أن قاسم سليماني قبل فترة معلوم دخل المنطقة الخضراء وكان في بيت نور المالكي وعقد اجتماع وهو يبعث عدة عشرات المترات للسفارة الأمريكية. على هذا الأساس حقيقة فهذا النفي هو يؤكد التأكيد الذي يؤمن به الشعب العراقي، وهو أن هذه اللقاءات مستمرة فيما بينهم وهي تحصل ربما أسبوعيا، وحتى إن لم يكن بطريقة أنه وجود قاسم والمبعوث الأمريكي إنما بطريقة أيضا المندوبين كالسفير الإيراني والسفير الأمريكي وبعض الفاعلين في الملف الأمريكي والملف الإيراني في بغداد، وبالتالي التواجد في ساحة واحدة وعلى هدف معين وهو تشكيل الحكومة وتقريب وجهات نظر الأحزاب وسعي قاسم سليماني لإنجاح العملية السياسية وسعي الولايات المتحدة لإنجاح العملية السياسية التي أفشلها الشعب العراقي بمقاطعته يؤكد على أنه حقيقة في دائرة واحدة هم يعملون، وبالتالي هذا العمل المتواجد يؤكد لابد من لقاءات وتفاهمات بطريقة واضحة. وقد اعترف قاسم سليماني فيما مضى عندما وضع على كلام وانتقادات للصحف الأمريكية أن القادة الأمريكان كانوا يتواصلون معه بطريقة مباشرة على جهازه الموبايل، وهذا يؤكد حقيقة بالاعتراف الرسمي له أنه حقيقة متواصل أيضا على ليس فقط على مستوى اللقاءات إنما على مستوى الاتصالات بكل أنواعها والتفاهمات. على هذا الأساس حقيقة هو ما يجري عملية ذر الرماد في العيون من أجل أنه لا يكون هناك
حقيقة إلا أن يكون أملا لبعض الحالمين أن الولايات المتحدة ستغير نهجها باتجاه إيران، وهذا حقيقة يأتي ضمن أجندات المنطقة التي بفضل أمريكا جعلت أن السلاح الأمريكي والشركات سيد عبد القادر واللجوء. نتحدث عن هذه التكذيبات والنفي عن العلاقات الأمريكية الإيرانية في بغداد من جهة، نتحدث كذلك عن البصرة وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بتوجيه اتهامات لإيران بقصف السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في البصرة، وتوجيه أيضا وعيد لإيران عقوبات. كيف تقرؤون مثل هذا التصريح؟ هذه التصريحات تأتي في سياق حقيقة مواقف أمريكية من أجل المصالح الأمريكية التي تريد أن تستحوذ على العراق، وبالتالي إيران تتجاوز أحيانا الخطوط الحمراء التي ترسمها الولايات المتحدة لها. لذلك عندما تتجاوز الخطوط الحمراء أمريكا تنبهها وتحذرها من هذا التجاوز، لانه حقيقه معلوم تماما انه الولايات المتحده تريد الاستحواذ على الاقتصاد العراقي، لا تريد لايران ان تكون دوله كبرى، ولا يمكن اننا نقول ان ليس هناك خلافات موجوده على ارض الواقع بين الولايات المتحده والايرانيون، فالايرانيون طموحهم اكبر ولديهم مشروع توسعي كبير ويريد الاستحواذ وحكم المنطقه، والولايات المتحده تريد بقاء المنطقه مفتته ممزقه من اجل ان تلتجئ اليها هذه الدول وزيادة شراء السلاح لأن هناك خطرا إيرانيا يهدد المنطقة. على هذا الأساس تأتي هذه التصريحات بين إرضاء الأطراف التي تريد الشراء أسلحة واستعارة بالولايات المتحدة في المنطقة، وما بين أنها حقيقة تريد أن لا تتجاوز إيران الخطوط الحمراء للسيطرة على النفط والسيطرة على الفعاليات الأخرى داخل العراق. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.